أهلا بكم في الحلقة الثانية من كايرو جاردن. النهاردة هنتكلم عن إزاي تزرع خس. في البداية محتاج طينة. الطينة بتبقى كومبوست، بيت موس، بيرلايت. بتحط الطينة في شالية صغيرة أو بتدمج كل الثلاثة دول مع بعض. بعد كده محتاج البذور. الخس فيه أنواع كتير، اختار البذور اللي أنت محتاجها. حط البذور في الطينة، حط عدد من البذور، ما تحطش بذرة واحدة علشان تزود الاحتمالات. حاول تخلي التربة مبلولة قبل ما تبدأ. في خلال أسبوع بتطلع البذور. بعد الورقة الثالثة حاول تفصل كل خس في شالية لوحده. معظم الوقت الخس مش بيحتاج تربة عميقة، فممكن تحطه في شالية صغيرة، ما فيش أي مشكلة. الخس مش بيحب الشمس المباشرة، حط له مية. لما يكبر شوية قص الأوراق بتاعته واستخدمها في السلطة. ما تشلوش من الجذور علشان ما يموتش. شكرا، واشوفكم في الحلقة الثالثة من كايرو جاردن.